مبادرة فرحة عيد هي مبادرة أطلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية لتزرع الفرحة في الأطفال من حديثين الولادة لغاية عمر 18 سنة. هي مبادرة تتم توزيع هدايا أو صناديق على الأطفال في العيد الفطر وعيد الأضحى. المبادرة تشمل 1000 طفل وطفلة من منتسبي دائرة الخدمات الاجتماعية. طبعاً المبادرة هي تتضمن عدد كبير من مشاركة الأفراد ومشاركة المؤسسات والدوائر لدعم هذه المبادرة في مدينة الشارقة. المبادرة تتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي التنسيق مع المؤسسات والأفراد لتجهيز المبادرة، المرحلة الثانية هي مرحلة الفرز والترتيب والتوزيع، حيث أن يقوم بها عدد من متطوعين مركز الشارقة للعمل التطوعي، يقومون بالفرز ويقومون بتوزيعها على المنتسبين أو المستفيدين من هذه المبادرة. يتم توزيعها كالتالي: تنطرح فرصة تطوعية عن طريق منصة مركز الشارقة للعمل التطوعي، يقوم الحاب يشارك يسجل فيها، طبعا اللي يتم مشاركة بأعداد كبيرة من المتطوعين من يشاركون فيها يتم تسليمهم الصندوق، يتحرك المتطوع من مكان استلام الصندوق والتواصل مع العائلة لغاية ما يتم توصيل الصندوق للعائلة المستفيدة.